بسم الله الرحمن الرحيم. الموز لنعومة ونضارة البشرة، وللكلف والجرب وفوائد علاجية أخرى. فالموز الفاكهة المغذية واللذيذة، والتي تسمى أيضا فاكهة الحكماء وطعام الفلاسفة، وسماها العرب قاتل أبيه. هي حقيقة فاكهة مغذية وذات قيمة غذائية لغناها بالمعادن والفيتامينات والألياف، بالإضافة للنشويات أو السكريات والبروتين ومضادات الأكسدة، وهي بنفس الوقت ذات قيمة صحية وعلاجية لبعض المشاكل الصحية أو الأمراض، فقد ذكرها ابن سينا بأنها نافعة للحلق والصدر، ووصفها طبيب الأنطاكي بأنها تنفع من السعال وأوجاع الصدر وخشونة القصبة وهزال الكلى وقلة الدم، وتزيد الوزن كثيرا. وإذا طبخت مع زيت السمسم أو زيت اللوز أصلحت الصدر، والكلام طبعا للأنطاكي. وتستخدم أيضا أوراق شجرة الموز على الأورام فتحللها، أي تستخدم ضمادا على تورمات الجسم لتخفيف التورم. وبسبب احتواء الموز على الحمض الأميني التريبتوفان، والذي تصنع منه بعض النواقل العصبية مثل السيروتونين، الذي يلعب دورا في تعزيز الحالة المزاجية، وبالتالي فإن الموز يعزز ويحسن الحالة المزاجية. كما أن فاكهة الموز تناسب مرضى قرحة المعدة، وهي مضادة للحموضة وتخفض ضغط الدم المرتفع، كما أنها تعتبر من الأغذية المفيدة في حالة سوء التغذية، وهي مولدة للطاقة وباعثة على الحيوية، كما أنها من الأغذية المفيدة في حالة الإمساك والإسهال، وتحدثت عن ذلك في حلقة أخرى. وبالشكل العام يعتبر الموز من الأغذية التي تزيد الوزن، على الرغم من أن البعض يرى أنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة إن تم تناولها ضمن الحصة اليومية للسعرات الحرارية. هذا قد يكون صحيحا، إلا أنها من المنظور العام تعتبر من الأغذية التي تزيد الوزن. من جهة أخرى، فإن للموز فوائد علاجية لبعض الأمراض الجلدية وللبشرة. فقد ذكر الطبيب الأنطاكي أن الموز مع ماء الليمون يعالج القراع. طبعا القراع مرض فطري يصيب فروة الشعر، كذلك الجرب والحكة. بتطبيق هذه الوصفة، أي الموز مع ماء الليمون على البشرة، كذلك فإن الموز مع ماء بذور البطيخ يجلو الكلف وينعم البشرة ويحسن اللون والكلام للأنطاكي. لهذا فإن الموز أو قناع الموز مفيد لنضارة البشرة، ويمكن خلطه مع أي كريم ترطيب أو مع الزبدة، واستخدامه لنعومة ونضارة البشرة. أخيرا أذكر بأنه يمكن الاستفادة من الموز خارجيا للبشرة، أما داخليا فهو غذاء جيد للجميع باستثناء مرضى السكري. وأحذر بنفس الوقت من الإفراط في تناول الموز، فهو ثقيل على المعدة بالشكل العام، ويسبب السدد، ويزيد في الصفراء والبلغم كما وصفه ابن سينا. دمتم بخير.